السلام عليكم يا جماعة، أحمد وشنقكس بونق. قبل أخليكم مع المقطع، ترى المقطع في كمية صداع وهواش غير طبيعية. أنا وأبو خالد وناصر صارت فيه حرب عالمية تاريخية، شهدولها كل اللي في البث. أترككم معاها، الموضوع ترى فقط للطقطقة والضحك. إذا حسيت أنك صدعت من البداية انسحب من المقطع. شكرا لكم، أتمنى تستمتعون، لا تنسى اللايك والاشتراك. فمان الكريم. مش المودي، مش المودي، بفقع. تعال تعال بيجيكم والله يا عملية انقاذ ولا بالاحلام يا شيخ. ولد قسم بلاد 997. الله، كيف انزل؟ هذول قاعد يطلعون من الزبالة. كم واحد في الزبالة؟ يا ابو خالد، ابو سمية، مرني مرني مرني. اركب اركب، الله يوفقك. اركب افك انزل بموت. ما اقدر اوقف. والله سواقتك زق يا اخي. كل تمهيل ومروني الزنيه. آه، انزل. حب الارض وما حب الارض وراح. تعالوا عيال، مروني معي لكم هيل. لا يا حما. ليه مره. اركب. طيب انزل خليني اسوق يا اخي. تكفى مروح سريع. هدي مودي. الطيارة بتنفجر يا مودي. والله بالله نحن بنلقم. انا ما ابغى اطير فوق. طيب تكفى، خلي قريبي من الارض مودي. تكفى اي والله. مودي روح الماي تعالي 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 مودي. والله بحق قلت ما بخليك مودي، قلت ما بخليك. انزلي قلت انزل بالمويه. انزلي. تكفى يا مودي. تعالي يا التو هجت. ما عندي يد انا. كيف ابغى اعيش. خلاص خلني اعيش. تكفى. لا تكفى. احمد ما معي موارد. يا احمد شوف يا احمد، اخذني الله نجيك يا اخي. طيب امسكني انا حي. ما اقدر، ما معي موارد. قسما بالله انها فككت ام الجيم. انا اشهد. ليش تسوق؟ اي والله ليش تسوق؟ خلي السواقه علي، ما معي سلاح. ايش فيك؟ احمد قاعد يساعد اخويه. ما فيها مسست. انويصر انت برو شيفنال، ليش ما تفوزنا؟ سؤال. انا مين؟ انت اقوى لاعب، والله انك من الاقوى اللعيبه. ليش ما تلعب جيم؟ قاعد العب زين والله. صوت بس ما معي موارد طبعا. صوت يا اخي. صوت يا اخي نواس، لا تسولف. مودي لا تسولف. انا قاعد يجيبني مودي. انا ما اتكلم، انت اللي قاعد تسولف. انت اللي قاعد تتكلم. قسما بالله كل شوي مودي. ليه علم اللي قاعد يتكلم فيه؟ انا ما اتكلم. انت اللي قاعد تتكلم. مودي انا ما اتكلم. تبونها كذا؟ تبونها كذا صح؟ طيب ايش دعوه؟ اقسم بالله وانا حلفت بالله العلي العظيم يا ناصر، انتم مودي، انه من الجيم الجاي هذا اني لا اعلن واطلق صافرات الانذار وتعهدوا من هذا المنطقة والله العظيم وتالله وبالله ان الحرب قامت وانها ستشن الان. الحرب عليك يا مودي وعليك يا ناصر من الجيم الجاي، وين يطلع ريحتكم.
طيب انا خليك انا خليك تنبح بعد شوي انت وياه. احمد والله خليك تنبح انت وياه قسما بالله. طيب قلبك والله تبيها كذا انت صح؟ ايوه تعال معي. اها كذا النظام احزاب دعوه. لا لا لا. طيب ايش قاعدين تمشون لحالكم؟ ها؟ كذا نظام ما تردون علي بعد؟ طيب ما ادري تصدق. لا انا ابغى اموت. امنية حياتي الان اموت اول واحد تدرون؟ يلا طيب. ربي جي جولد. الو حقتي ما ابغاها. طيب اعطني طلقات حبيبي. اخلص. تعال طيب تعال عندي اعطيك. حطها. تعال بعطيك عندي ناس. طيب حطها هو ثبت عليها عشان والله ان عندي ناس يوم قدامي. فجرتها. يمه ون طلقة يا ابو حميد طلقة ها عمري يا ابو حميد عمري يلبى قلبك القلب يوجد ناطر فيديو ولا لا ترى في ثانية تخط الطريق ان شاء الله شفني وين القم بس القم هذه بداية الحرب وبداية الحرب ايش قطرة لا هذه بداية الغيث يا احمد والله اقسم رب الكعبة لا اخليك تحذفني يلا بس يلا لمك يلا مودي وينك خذ صوري خربيجي اصبر مودي خذها لك بقلب قدام عينك دع الكلاب حيث ما كانت تاتي وفيها ما تكون هي تكون يا حليلك والله يا ابو خلود يا حليلك والله يا ابو خلود جيته كرتي 5 ثواني تكفى 4 طالبك كفايه نويسر لقمت الله يجعلني في الدواء الله يجعلني فداك اذا ما سلميت ولدي ناصر انا يا شيخ القم لقم لقم واحد استغفر الله دقنا صغير لقمه ايوه لا فاكين جو تدري حتى انا صارت امنية حياتي اني القم يا احمد ها ولا ما تدري اما عندك احد بعد والله ما سمعت الله يقطع اذنك صغيره ودي اسولف يا ناصر تكفى خلص اللي عندك قال جعل والله ما يصير فايتك خالد لا لب عينك بس خوينا عنده سكواد هنا 41 فقع بلنش بيعطونا ليزر العين اوريكم والله اوريكم ايه موارد خوينا اللي اسمه تامر 56 171 نصر الان في عدد اللقمات كان سمكه واحده بس ما ادري هل هو بيعيش او لا خلونا نشوف يا ترى هل ناصر سيعيش هل سلاصه سي ناصر لقى يا اخي لا ترد يا ناصر ليش ابو خالد ايش دعوه ابو خالد سوالف انا ابو انا يا عمري والله ليه ليه ليش يا عمري عرفها شو اقول لك الموضوع لا منا درجه ما تتخيلها ما يجي هو يحاول ياخذ الدرجه الله يسعد امك يا سلقه الله يسعد امك يا رجال والله ما فيكم خير يلا بس يلا سولف 2-1 يا الضعاف 2-1 وصامل فيكم الحالي وباقي انا الحالي وبجيب الجيم وعينك تطالع انت وياي يا السبايك يلا شد حيلك الله يوفقك ولا بوت ذا باقي في الجيم يلا بتين. اجيب الجيم وعينك تطالع ولا كلمه ولا نفس باقي في الجيم بوتين ابغى شيله لا بدون شيله كذا تطقطق عليهم وتمشي شوف كيف العب بالموارد ابو خالد شوف ابو خالد شوف ابو خالد شوف ابو خالد شوف شيء انا محول على شاشه الثانيه شو مسوي هو انا محول على شاشه ما قلت لي يا اخي من زمانك تبيها يا الله يا ابو خالد
والله والله ما حد ينتصر علي. العب. والله لا ايش هذا اللهجة. لا اخليك تروح لم اسمي ديليت يا حليلك. شفت يا ابو خالد ما شاء الله شباب خالد ولد قهوة وتصب قهوة وتسولف مع الشات وابو خالد الى الحين ابو خالد فوزنا فوزنا ابو خالد الى الحين ابو طاقة تربية يلا كلامات عليك يلا 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 بسرعة فوزنا يلا يلا ليش حطها يا ابو خالد خليني اصب لي قهوة يا اخي احس انه توه بدري افوز بالجيم صح صب لي قهوة شوي الله ما احلى القهوة ايش رايك نشرب قهوة في السما ابو خالد تعال تعال ايش رايك تفوزنا وحنا نتفرج عليك ها 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 ما هو بمشكلة يا جماعة يلا يلا لا ليش والله انا ابغى العب معاه اصغر زون كيفي ابغى العب معاه اصغر زون حقي ولا مو حقي يا جماعة حقي ولا مو حقي العب معاه اصغر زون معي سمكة معي سمكة يا اخي ابغى العب معاه اصغر زون يا اخي اقول لك شيء ترى الدنيا تدور بسرعه يا رجال روح سالف راح سالف يلا بس بالله سلمنا على ستب اقول لكم ستب الجديد خلني اقول لكم ما شاء الله تبارك الله عندي كام لوجيتك معلش عشان الجيم طويل يعني الجيم هذا مطول فيه خلني افتح الكام اسولف شوي زي ما انتم شايفين شباب عندي كام لوجيتك هذه حقه الهاند كام عندنا هنا فريرة الحظ دفايه ورا موجود اس 6 بي اللي حاب يستخدمه ابو خالد اسمع صوتك اي كويس ما اسمع صوتك الحمد لله يعني انتصرنا انتصار تام يا شباب الله يلعن ام الضيقه يا عيال اقسم بالله ولعت ورب الكعبه لا اخليه يا عيال لا فزت وانا حتى ما اسوي شيء يا ربي حتى ما اسوي شيء ابو خالد القم القم شكرا اعتبرها 200 دولار ايش فيك عقد علي انت ايش فيك عقد علي شو مسوي لي شكلي مزعلك انا صح الله ياخذ روحه ابو خالد معك هيل ايش فيك انا ما معي مال يا ابو خالد انت بسرعه بسرعه عطني ابو خالد معي شدات لك بعد بس كبي كبي عندك انزل يا ولد انزل اها يلعن ام الرمش شوفه بيدك يا احمد عندي جوكر تبغى اسوي اصير ثامي حق الاماني في واحد ثاني سلم ناصر تمسكني ناصر تعالي نايمتك ناصر يا يار لا 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 يا عمري يا مودي ركز معاك ترى وين شوت يمديك تذبحه ما بقى له طريقه ثانيه ابو خالد ركز سريع افكر من انت بقى لك وين مواردك 50 مواردك 50 ترتب ليش ما بقى تدخل اثنين ضدك واحد شلون جايك تراك وين شوت بهير دمك بدمج مره ابقى ادخل روق وهي ما معك الا سلاحين معك شوت تلقى في طريقتين ادخل بيت روق قف على نفسك ما حد يدري وينك روق انا مقفل كام سري بساي ما بيجونك الحين تعال ترى واقي موجود يطبون عليك بيجون ياخذون منك الحين لازم تنزل بسرعه ابو خالد استعجل ما في وقت الحين تقعد ترقص لازم تدخل الزون استعجل يا ابو طب عليك بيرقمك روق ركز ما معك الا واحد الان ضدك بس تراها معرق قاعد يبدل اسحب سرعه قاعد توك محاول يدك ترى امك ضايع شوي عدد تغيرت ومن سنين ابدك هذا البنك فيه مرتفع ترى ما بقى بطاقه اخويك 30 اصبر بعيد عنك انت لحالك الان مواردك حلوه مره ومفلل اعطى حركات محترفين يا عمري على النايت والبنايه السريعه بنايه زي الخرم من الزباله هذا ابو خالد يحاول يتقدم قف على نفس الهطف قاعد يسوي ارضيات من كل مكان نزل خلص موارده يا رجال اقسم بالله انك ما تديرها بس يا رجال سولف يا رجال وراك انت من تبين وراك قاعد يطلق عليك روق ما عليك امور طيبه قاعد يخليك قاعد يقول لك اذبحني يا عمري ابو خالد يا عمري يا رجال كل زق ابو الشيلد الله يهب لكم عافيه الله لا يوفقك ازهلنا ابشر بنا احنا اخوياك احنا اخوياك ارتقى حبل الاصحاب ابشر بنا احنا اخوياك اذا ما فادوك اخوياك مين يفيدونك اذا ما فادوك اخوياك مين يفيدونك العظيم يا جماعه كيف اقول بو انجعل ولا انجي نبله هذا قدامي انا ما معي الا ناصر يا ابو عايز يا بنون سعد 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 مو قال واحد سعد تكفى يا سعد اقول ابو فايز يسارك ابو فايز سعد يفنش انا طالبك تكفى ابو فايز الله يزربك يا ابن الفنانين هات هات هات
ابو خالد في سلق تكفى يا ابو خالد مو كذا بناء بواسطة فجرة ابو خالد لا يشرب البيض ولا يرفع ابو خالد اعطني قراب ورنف امك والله ان سواها اقسم ان انتقم تبيني تبيني انا تبيني خذني ابو فايز تكفى يعني حاولنا يا ابو شايع لكن الله براه انا اربيك يا رئيس السلق المجمعة ابو فايز ما احب الحركة اوه ابو فايز ابيك بس تنزلني الجيم ابيك تنزلني بس الجيم شفت كيف دخل بحرب ابو فايز معنا تكفى يا محزني وسلاحي تكفى انا طالب تكفى يا ابو فايز ان اعلن الحرب تكفى يا ابو فايز نبي نخليه يبكي اعلن الحرب الان هو سولو خرب علي وخرب على ناصر جالس يلعب الحاله يا ابو فايز الان تكفى يا محزمي وسلاحي لان خيتك لا تردني اقول والله ولا ماني ابو فايز عز الله يعز اثنين جابوك وعلى الطيب ربوك طيب يا اخي الله ينصر امك يا كورونا يا ابن الذين الحلو حي الله ابو خالد مرحبا مليار مرحبا والله يقطع من قلبي روح معك انا راح رجع على رجلك ابني طيب يلا ابني مع بعض ايش فيك يا اخوي ما في ثقه طيب ابني لا امور طيبه ابني ها حط يلا حطها يا حبيبي حطها فوق يا الذين قاعدين يطلق عليها حبيبي ايش فيك انت والله يا زحمة ناصر حط رجع خنشقهم نطلع فوق نطلع لها مشكلة حتى ممكن تذبحه ناصر اسمه جايك انت ابو خالد لا كذا صوت الحمار مورد يلف الف ابشربي اسعد امك وابوك اثنين على الطيب ربوك يا كلب الله يلعن يا تبي تهير ما علمتني الله يسعد امك ابو فايز والطلقات لوت فوق مليون زون عيد انا مشاكلكم بس هذا ضرب لي ابو خالد يا ابو محمد لا انتم راح ابو فايز عندك تقدر تضرب الحال لا ما نبغاه ما اقدر اصيد يا احمد الا والله اقدر ما قد سكتها خلوها بالله ما قد سكتها ناصر تكفى يلا اركب فعلا ايش فيك الله عشان ما يكسرون احنا فوق كيف تيربو دايرة ايش فيك؟ ايش فيك؟ ابو خالد يلك ايش فيه؟ ابو خالد ايش السالفة عشان خالد على كل فرصتك هلا ابو خالد هلا عيوني هلا تاج راسي ابو خالد هلا والله يا عيني انت كيف الحال وينك والله لجيك الحين ابشر بي